السلام عليكم خوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم. واحد فيديو قصير ما نطولش على خوتي. هذا اول طائر كيخرج من مرحله صغير الرجل، السلعه ديال 2021. اللهم بارك ما شاء الله. هذه راه السلعه ديال 2021، اللهم بارك. هذا طوير ديال شهر 5، دخلته بكري المرحله صغير الريش وخرج. يلا عريس عليه، يلا حيت له كما كنقولوا الغطا ديالو، كما كنقولوا الغطا ديالو، كما بحال هاد الصديق هذا ديالو. هو كان بحال هكا، هذا تا هو عريناه يضربوا البرد اليوم. اللهم بارك ما شاء الله. اجي نتخاصموا انا وياك شويه. اجي 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 عندي. اجي اجي قول لهم ما تنساوش ديروا جيم اخوكم السليماني ودعموه بالاشتراك باش يبقى يزيدكم الجديد ويولعكم، ما يكون الجديد ان شاء الله. ولا قلنا لكم شي حاجه راه كنقول لكم على تجربه، ماشي كنكذبوا عليكم، كنقول لكم شي حاجه عن تجربه عن خبره، ماشي عا كنوضوا كنصوروا ونلوحوا لكم فيديو ونقولوا لكم تفرجوا. باغي البوز اي سؤال بخصوص طائر الحسون؟ مرحبا، مرحبا بالجميع، مرحبا بالمتتبعين ديالي، العشاق ديالي، خوتي مرحبا مرحبا. اللي ما عرفش شي حاجه نقولوها ليه، ولا ما عرفناش شي حاجه حنا يقولوها لينا دوك الناس. ما شاء الله راه مازال ما خرجش من البداله هذا، سمعتوني خوتي؟ يعني كي باقي شويه مدير، باقي مدهوس. طلع الفوق، باقي مدوس كما كنقولوا حنايا، باقي يلاه كيتوريونطا وكيشوف الجو. وهادشي اللي كاين اخوتي فهاد الفيديو قصير مع هاد القرية عادة 2020. اللهم بارك، ما تنساوش دعم اخوكم سليماني بالاشتراك باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. في امان الله اخوتي، ما تنساوش دعمونا. انا كنقول لكم ونعاود نكرر عليكم اخوتي، وان شاء الله يكون عندنا واحد البث مباشر اخذ ورد، واللي عنده شي سؤال مرحبا. وغنعلم خوتي ان شاء الله، غنلوح لكم في فيسبوك امتاش غيكون النهار والوقت، ونعطي لخوتي كل شيء اي ساعه بالوقت ديالها، ماشي مشكلة خوتي. اشنو نقولوا لهم؟ بالسلامه، نقولوا لخوتنا بالسلامه. صافي بركه، برزتو برزتو، ما خليتيش يتعشى. خوتي في امان الله، هادشي اللي عطى الله هو هذا. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك.